قرار الحكومة اليونانية بإجراء استفتاء على الخطة التقشفية الأخيرة أثر سلبا على الأسواق المالية الأوروبية التي واصلت انخفاضها لدى افتتاح التداول الثلاثاء، لينخفض مؤشر الأسواق إلى أدنى مستوياته خلال 6 أسابيع. بورصة لندن فتحت على انخفاض وصل إلى 2.8%، فيما انخفض سهم المصرف الفرنسي سوسيتي جنرال إلى 12% ومصرف كريديت أغريكول إلى 11%. سوق فرانكفورت المالي افتتح على انخفاض وصل إلى 3.83%، فيما انخفض مصرف بي ان بي باريبا إلى أكثر من 10%.